مرحبا أصدقائي متابعي قناة العلم للجميع. قصتنا اليوم من سلسلة قصص جحا للأطفال، هي بعنوان جحا وصديقه في ورطة، الحلقة 27. خرج التاجر ذات يوم مسافرا بتجارته، وفي الطريق شعر بالجوع فدخل مطعما. في المطعم قدمت إليه دجاجة وبيضتان، وكان قد اتفق على أن يدفع الحساب عند عودته من سفره. سافر الرجل ثم عاد بعد 3 أشهر وتوجه إلى المطعم، فأكل دجاجة وبيضتين وطلب حسابه القديم والجديد. قال صاحب المطعم: إن الحساب كبير، ولكنني سأكتفي بأخذ 200 درهم حتى تصير زبونا دائما عندنا. صاح التاجر: ماذا تقول؟ 200 درهم ثمنا للدجاجتين و4 بيضات؟ قال صاحب المطعم: إن الدجاجة التي أكلتها منذ 3 أشهر لو باضت كل يوم بيضة لخرج منها دجاج كثير، وبعناه بمئات الدراهم. قال التاجر: ليس هذا عدلا، كيف تفترض بأن الدجاجة كانت ستأتي بدجاج كثير؟ هذا احتيال. فغضب صاحب المطعم واشتد الجدال بينهما. قال صاحب المطعم: لابد من شخص يحكم بيننا، وأنا أفضل أن نذهب للحاكم، فهل لديك مانع؟ قال التاجر: لنذهب للحاكم فلست مذنبا. فلما ذهبا للحاكم أنصف الحاكم صاحب المطعم لأنه يبعث إليه بألذ الطعام. وسأل التاجر: هل اتفقتما على الثمن منذ 3 أشهر؟ قال التاجر: لا. قال الحاكم: كان يمكن أن يحصل من الدجاجة والبيضتين في هذه المدة على 100 من البيض والدجاج. قال التاجر: طبعا هذا معقول لو كانت الدجاجة حية. قال الحاكم: لقد ذبحت من أجلك طبعا. قال التاجر: لقد كانت مذبوحة محمرة، وكانت البيضتان مقليتين. ولكن الحاكم أصر على إنصاف صاحب المطعم وتجاهل التاجر. فطلب التاجر تأجيل الحكم إلى الغد لأن عنده حجة سيقدمها. فأجابه الحاكم إلى ذلك محذرا من عدم المجيء والمثود أمامه في الغد. أسرع التاجر إلى صديقه جحا وقص عليه القصة، وطلب منه الدفاع عنه بخبرته وسعة حيلته، فوافق جحا. في صباح اليوم التالي حضر التاجر أمام الحاكم وقال: إن جحا سيقدم حجتي. فانتظر الكل قدوم جحا الذي تأخر كثيرا ولكنه جاء. صاح الحاكم: لماذا تأخرت وتركتنا ننتظرك؟ فقال جحا في هدوء: لا تغضب يا سيدي الحاكم، فقبل حضوري إليك جاء شريكي في الأرض التي سنزرعها قمحا وطلب البذور، فانتظرت حتى سلقت له مقدارا من القمح وأعطيته إياه ليبذره في الأرض. فصاح الحاكم متهكما: ما أعجب ما أسمع، هل سمعتم أن القمح يسلق ثم يبذر فينمو؟ فقال جحا على الفور: وهل سمع أحد أن الدجاجة المحمرة والبيض المسلوق يتوالدان ويتكاثران ثم يطلب ثمنا لهما 100 درهم من ذلك التاجر؟ فلم ينطق الحاكم، وخرج التاجر مع جحا سعيدا بسعة حيلته وذكائه.
وإلى هنا أصدقائي أصل إلى نهاية قصتنا هذا اليوم، وألتقي بكم في حلقات قادمة وقصص جديدة. شكرا لكم، مع السلامة.